في منطقة الخيران استوقفني هذا التل العالي. هذا التل تكون من تكديس الرمال اللي طلعت من حفر القنوات والخوارير في هذه المنطقة، وحسب المسافة اللي بيني وبينه ارتفاعه مهين، يعني في يمكن 50-60 متر. ذكرني بتل مرعب عند اخواننا بالامارات، تل مرعب ارتفاعه 60 متر، وهو طعس، واحد من الكثبان الرملية اللي هناك، ولكن تقام عليه دورة عالمية، دورة أو إيفنت لمحبين وهواة ومحترفين رياضة المحركات اللي هي الموتور سبورتس. لو احنا مفكرين ان بنسوي تل مثل هذا وبهالارتفاع منصجك شي بالرمل شي حطه فوق، الحين كاه ظهر عندنا بالصدفة. شنو اللي يمنع ان ننظم ونقيم دورة او ايفنت للموتور سبورت للناس اهل الطعوس، مشابه للدورة او الايفنت اللي تصير في تل مرعب بالامارات، خصوصا ان النوع هذا من الرياضات له محبين في شريحة واسعة من الشباب عندنا. فهذا التل الحين موجود، يعني الأساس موجود. إنزين، يعني هذا عقب ما يخلص المشروع هذا وين بنوديه التل؟ فأتمنى يتم استغلاله يعني في إيفنت أو دورة مثل هذه عالمية تستقطب الشباب من الكويت ومن الخليج ومن العالم كله، أو على الأقل يعني يتم استثمار المنطقة اللي حواليه أو القمة مالته، ينتج لنا فلوس وسياحة وشغل أوقات فراغ للشباب، بالإضافة إلى فرص عمل، أحسن ما نتركها ينتج لنا أخبار. الفكرة موجودة كاهي، والأرضية موجودة، وحلو أن الإنسان يحلم. حلم يبقى حلم.